معايا عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي، يقول لنا رأيه في طاقم تحكيم مباراة اليوم. انسوا بقى اللي انا قلته ده خالص، في الاول والاخر هو ده الراجل الخبير اللي هيقول لنا الرأي الصحيح ان شاء الله. كابتن جهاد مشرف ومنور كالعاده. كريم مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك. رأيك ايه بشكل عام النهارده على طاقم التحكيم بقيادة الكابتن مصطفى غربال؟ بص النهارده مصطفى يمكن ظهر في اقل مستوى شفناه فيه قبل كده، يعني ما شفناش مصطفى في المستوى ده قبل كده. الكلام بنتكلم على يعني الاخطاء ومعايير احتساب الاخطاء والانذارات المستحقه وعدم واعطائها في الوقت المناسب واخطاء غير مش موجوده تماما يحتسبها واخطاء موجوده ما يحتسبهاش. فبتتكلم المعايير النهارده ما كانتش على المستوى المطلوب من مصطفى غربال كحكم كبير ومصنف رقم واحد في افريقيا. النهارده حسينا طول الوقت ان مفيش حمايه متوفره كبيره للاعبي النادي الاهلي، في اخطاء على النادي لصالح الترجي برضو انذارات برضو على لاعبي النادي الاهلي ما ادهاش. بنتكلم النهارده المعايير اللي مع مصطفى مش مظبوطه الى حد ما، في الاخر ما جالوش اختبار حقيقي، ممكن النهارده يبقى في خطا مؤثر على نتيجه المباراه، لكن بنتكلم على عدم توفير الحمايه الكافيه للاعبي الاهلي في المباراه. قلت قبل ما تخش انا ما كنتش اعرف ان ده هيبقى رايك كابتن جاد، وانا متفق معاك فيه جدا، بس قلت كمان ان في حكام ممكن ما يحسبوش قرارات تؤثر على نتيجه المباراه، بس يعرفوا حتى لو مش بتعمد الله اعلم يعني، بس يعرفوا يحجموا الفريق. انا حسيت النهارده الاهلي اتحجم، انذارين للباكين بتوع الاهلي في اول المباراه، فاولات احيان بتبقاش فاولات حقيقيه، يعني حسيت انه في كوره كمان كان الحكم احتسبها تسلل كان من الوارد وده اللي اعترض عليها مارسيل كولر، كان هيبقى هجمه مرتده للنادي الاهلي وقف اللعب عشان يرجع للتسلل، يعني في تفاصيل كده حسيت ان فيها تحجيم للاهلي النهارده في المباراه. هو التحجيم مش جاي ان هو قاصد يعني برضه، عشان انا عارف مصطفى غربال كويس جدا وعارف راجل من الحكام النزيهه في الاتحاد الافريقي، لكن انا بتكلم ان هو مش فايق. مش مصطفى غربال اللي احنا نعرفه قبل كاس الامم، مصطفى غربال قبل كاس الامم كان حاجه ثانيه حاجه، وبعد من خلال كاس الامم اللي فاتت وبعد كاس الامم مستوى ثاني خالص. الحكم اختلف واختلف بقاله فتره، مستواه مش اللي احنا نعرفه. لكن هو مصنف رقم واحد في افريقيا قبل كاس الامم اللي فاتت، لكن هو ما اداش اداء جيد في كاس الامم فروح بدري. لكن مستوى الماتشات اللي بيأديها ما كانش على المستوى المطلوب، لكن هو تم تعيينه في المباراه ديت على اساس تصنيفه قبل كاس الامم كحكم رقم واحد في افريقيا. لكن اداؤه مش محافظ على المكانه دي ومش محافظ على ان هو رقم واحد في افريقيا بالاداء المقنع اللي ممكن يقنع كل الفرق اللي بيحكم لها. طيب حكم مباراه العوده ايه رايك فيه؟ بص جان جاك اندالا من الحكام برضو خبراته، مختار اكبر حكمين من خبراته، وهو رقم مصنف رقم 2 في افريقيا. جان جاك اندالا رقم 2 في افريقيا، راح كاس العالم 2022 ومرشح لكاس العالم 2026. اعتقد ان هو برضه محطوط له حكم فار جزائري، يعني كان ممكن الجزائري ده يروح لمصطفى غربال في الماتش بتاع النهارده بطقم جزائري كامل، لكن هو لحلو بن براهم اعلى كمان من دحام بيدا، وفي الصف موجود مع محمود عاشور من افضل الحكام الفار الموجودين في افريقيا. هو كمان ادوله حكم فار على مستوى عالي جدا عشان لا قدر الله لو في اي اخطاء تحكيميه يلحقه او يعدل من الاخطاء دي في مباراه كبيره ماتش العوده، يعتبر الماتش المصيري بالنسبه للفريقين، وبالتالي بنتكلم على طقم تحكيم اعتقد ان هو قادر ينجح بصوره كبيره، وما اعتقدش هيبقى مستواه زي مستوى النهارده، مش هنشوف المنظر بس في نهايه في القاهره، لان هيبقى الماتش الى حد ما الدنيا هتبقى اوضح والدنيا هتبقى اسهل بالنسبه لطاقم التحكيم، وهيتفرج على الماتش الاولاني وبالتالي هيسهل كتير عليه الماتش العوده ان شاء الله في القاهره. طاقم تحكيم بكره ان شاء الله مباراه الزمالك ونهضه البركان. بص انا بكره هتفرج على حكم كويس، حكم هتستمتع بيه، حكم سنغالي من افضل حكام القاره السمراء اللون الاسمر اللي موجود في افريقيا، عيسى سي. عيسى سي عنده من الخبرات اللي خدها لما كان حكم رقم 3 في السنغال راح كاس امم، كان في 3 حكام كاس من السنغال في كاس امم واحده، هو كان رقم 3 فراح بدري قوي وخد الخبرات بدري قوي وماشي بخطوات واسعه جدا في التحكيم الافريقي مرشح لكاس العالم. كان اخر مباراه لي عملها ولا اروع الصن داونز والترجي في دور قبل النهائي في دوري ابطال افريقيا، اتوقع ان هو بكره هيأدي مباراه عاليه تحكيميا، اتوقع بكره هينجح في المباراه بصوره كبيره، اتوقع بكره هتلاقي الناس مرتاحه النهارده تتفرج على المباراه النهارده يا كريم، الناس مش مرتاحه من التحكيم عموما. بكره اتوقع ان هو يبقى بكره هتلاقي فيه في راحه من الزمالك ومن نهضه بركان ومن كل اللي بيتفرجوا. التحكيم لما يبقى سهل ومريح هتلاقي كل الناس مرتاحه بغض النظر عن النتيجه رايحه فين وجايه منين. نتمنى طبعا التوفيق ان شاء الله للزمالك بكره، نتمنى التوفيق للاهلي السبت الجاي. ان شاء الله نستمتع كلنا بسوبر مصري افريقي في النهائي ان شاء الله باذن الله. كابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.